أهل الأمانة، احفظوا أمانة ربكم جل جلاله وخذوا علم الشريعة بسند إلى رسول الله تنقل من صدر إلى صدر، لم يؤخذ إلا من صدور الرجال، فلا يمكن الاكتفاء حتى في علوم غير الشريعة فضلا عن الشريعة بالكتب والمنشورات والإنترنت. ليس في الكتب والدفاتر علم، إنما العلم في صدور الرجال. كل من يطلب العلوم وحيدا دون شيخ فإنه في ضلال. إذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن سيرين أنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل يفسر كما يحوى بعقله بهواه بنفسه. وقد سئل سيدنا أبو بكر الصديق ما معنى الأب، تقول فاكهة وأبا، فوقف قال أي سماء تظلني وأي أرض تظلني إن قلت في كتاب الأبراهي لا أعلم. خليفة رسول الله وقف محترما لكتاب الله سبحانه وتعالى معظما له. كذلك مضى الصالحون، اعرفوا حق الأمانة، انشروا العلم النافع في أوساطكم نساء ورجالا، فهو ينوركم ويطهركم ويعلمكم كيف تتعاملون مع عباد الله. فالعلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. وكان سيدنا الإمام مالك يقول إن من السنة أن تخبر بالسنة وليس من السنة أن تجادل بها، ليس من السنة أن تجادل بها وتفتح للناس باب جدال على سنة تقول لابد من هذا، بين وضح. أما تجعل نفسك الحاكم وكأنك الرب وكأنك المحاسب، أعرف قدر، أعرف كيف تعلم وأعرف كيف تطلب العلم وكيف تنشر العلم. كان يقول ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون.